تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم من تلفزيون جمهورية صومالا، نرحب بحضراتكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية ومن أبرز العناوين في نشرتنا لهذه الليلة: استقبال رئيس المنظمة الشبابية سونيو بمدينة قبيلي، اختتام بطولة كرة السلة بإقليم أفضل وتقديم كأس البطولة للفريق الفائز، القائم بأعمال محافظ إقليم صرار وعقد مؤتمر صحفي بمقر مكتبه. كانت هذه أبرز العناوين، وإلى حضراتكم الآن النشرة بالتفصيل. تم اليوم استقبال رئيس المنظمة الشبابية سونيو السيد مبارك إسماعيل ثاني بمدينة قبيلي عاصمة الإقليم. تم اليوم استقبال رئيس المنظمة الشبابية سونيو السيد مبارك إسماعيل ثاني بمدينة قبيلي عاصمة إقليم قبيلي. هذا وقد قام رئيس المنظمة الشبابية سونيو بتسليم منحة كبيرة من الأدوات والمعدات الرياضية إلى اللجنة الرياضية بإقليم قبيلي. رافق رئيس منظمة سونيو في هذه الزيارة مسؤولين من المنظمة. تحدث في بداية هذا اللقاء أعضاء من الفرق الرياضية بالإقليم، حيث رحبوا فيه برئيس المنظمة على هذه الزيارة إلى الإقليم وعلى المنحة التي قدمها للشباب. وفي كلمة منسق وزارة الشباب والرياضة في الإقليم ومندوب منظمة سونيو في الإقليم السيد أحمد ومسؤولين آخرين رحبوا فيه جميعا من خلال كلمتهم برئيس المنظمة. ومن جانبه تحدث السيد مبارك إسماعيل ثاني رئيس المنظمة سونيو، حيث وجه خلال كلمته الشكر إلى أهالي ومسؤولي مدينة قبيلي على الاستقبال الحار. وفي الختام نائب عمدة مدينة قبيلي السيد عبد يوسف ونائب محافظ إقليم قبيلي وجهوا الشكر والامتنان لمنظمة سونيو على هذه المنحة. اختتمت اليوم بطولة كرة السلة والتي نظمتها وزارة الرياضة والشباب بإقليم أفضل، حيث تم تقديم كأس البطولة للفريق الفائز. اختتمت اليوم بطولة كرة السلة والتي نظمتها وزارة الرياضة والشباب بإقليم أفضل، حيث تم فيها تقديم جوائز للفريق الذي فاز بكأس البطولة والفريق الذي احتل المركز الثاني. تحدث في بداية المناسبة مسؤول من وزارة الرياضة والشباب بإقليم أفضل، حيث أشار من خلال كلمته إلى أهمية إقامة مثل هذه المسابقات الرياضية لما لها من فوائد على الشباب، وأشار كذلك إلى أن الوزارة مستعدة دائما لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه البطولات الرياضية. تحدث كذلك بعض من اللاعبين كرة السلة السابقين، حيث رحبوا فيه من خلال حديثهم بإقامة مثل هذه المسابقات، وذلك لدورها الكبير في تنمية وتطوير قطاع الرياضة في الإقليم. وفي الختام تحدث بكلمة منسق وزارة الرياضة والشباب بإقليم أفضل السيد ثمرون عبد الله علمي، مشيرا من خلالها إلى أن إقامة مثل هذه المسابقات يعود بالنفع على الشباب، وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها التي تقوم بها وزارة الرياضة والشباب بتنظيمها داخل الإقليم، وذلك ضمن خططها لإبعاد الشباب عن العادات الضارة كالهجرة غير الشرعية. عقد القائم بأعمال محافظ إقليم صرار السيد إبراهيم شامع محمد مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه بمدينة عينبو. عقد القائم بأعمال محافظ إقليم صرار السيد إبراهيم شامع محمد مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه بمدينة عينبو. تحدث من خلاله عن عدة مواضيع منها حلول شهر رمضان الكريم والمحافظة على الأمن والاستقرار في الإقليم. وأشار السيد إبراهيم في حديثه إلى وجود خطط لجمع تبرعات لصالح الأسر من ذوي الدخل المحدود والسجناء في المدينة خلال الشهر الكريم. وأشار كذلك القائم بأعمال محافظ إقليم إلى وجود خطط لتنمية وتطوير الريف خلال الأشهر المقبلة، ووجه نداء إلى أهالي الإقليم بضرورة المحافظة على البيئة والمحافظة على الاستقرار والأمن بالإقليم. وفي الختام وجه السيد إبراهيم شامع التهنئة لكافة شعب سومالاند بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذا، وقد تم تقديم شهادة تقديرية لسعادة القائم بأعمال محافظ إقليم صرار تقديرا لجهوده بإنجازاته لخدمة الإقليم. وفي الشأن العالمي، شرطة بابل العراقية تعد خطة للاجتياح 5 نقاط يسيطر عليها تنظيم داعش. قالت الشرطة المحافظة ببابل بأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى ناحية الجرف صخر، فيها أشار أن اجتماعات أمنية عقدت أمس ضم قيادات عمليات ببابل والشرطة وطيران الجيش للبدء بخطة أمنية لاجتياح 5 نقاط يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال المحافظة. وقالت مصادر أمنية أن تعزيزات قتالية يرافقها طيارات جيش وصلت خلال ساعات قليلة ماضية إلى ناحية جرف صخر للبدء بعمليات تطهير طريق نسيبي الذي يربط العامرية بالفلودة بالناحية. قتلى بينهم أطفال بقصف على مناطق عدة بسوريا، والسيدتان 2 تحتها تعذيب في قصف متواصل للنظام. قالت شبكة سورية لحقوق الإنسان أن 17 قتيلا سقطوا في سوريا الأحد، بينهم 6 أطفال وسيدتان 2 تحت تعذيب في قصف متواصل لقوات النظام على مدن سورية، وتعرضت مدينة تلبية بريف حمص لقصف صاروخي تسبب في جرح 10 أشخاص وتدمير 3 منازل. وقال الناشطون أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف طيارات حربية مدينة كفر بطنة بريف دمشق. وقالت لجان تنسيق المحلية أن مدينة مليحة في ريف دمشق تعرضت لقصف جوي مكثف من قبل قوات النظام.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا مني من فريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.